60 جلسة تداول شهدها السوق الكويتي خلال الربع الأول من العام، تكبدت فيها المؤشرات خسائر بسبب تفاعل السوق مع جميع الأحداث السياسية والاقتصادية السلبية، من أول انخفاض أسعار النفط على المستوى العالمي، مرورا ببطء عملية تعديل قانون هيئة أسواق المال على المستوى المحلي، وحتى عاصفة الحزم باليمن على الصعيد الإقليمي. الوضع الجيوسياسي جاء في المرتبة الأولى وبضغط كبير على السوق، هناك عمليات بيعية واضحة وشهدنا نزول جماعي في المنطقة، بالتالي نفسيات المتداولين ودائما ما يكونون هم في وجه المدفع كما يقال. يعني أنا أشوف هذا شيء طبيعي جدا، خاصة أن الأسواق المالية هي الأسرع بأي حدث، سواء اقتصادي أو الآن. إحنا الآن أمام مشكلة، يعني أمام حرب في اليمن. المؤشر السعري فقد نحو 4% من قيمته منذ بداية العام، وفقد المؤشر الوزني 2.7% و3.6% فقدها مؤشر كويت 15، ولكن الأمر الذي يدعو للقلق هو انخفاض معدلات التداول إلى نحو 20 مليون دينار يوميا مقارنة بأكثر من 30 مليون دينار في الربع الأول من العام الماضي. البورصة في مشكلة، في موجودة مشكلة بين أعتقد الصناديق أو المحافظ مع إدارة البورصة، في حق بينهم، في مشكلة ضغط عليهم أو يضغطون على يبون شيء أساس ينفذونه لهم، وهذا السبب، مو قاعد تدش لا الصناديق ولا المحافظ. والله البورصة كلش ما تجي مع الناس أبدا، ما ولا مرة جت مع الناس. لما يصير أي مشكلة بسيطة، ضربوا الحوثيين في اليمن، السوق نزل 160-170، لكن أفراع معاملات أرباح قاعد تدفع في للناس، البورصة ما تحرك. ولم يتفاعل السوق الكويتي مع إعلانات بيانات الشركات للعام 2014، حيث نمت أرباح الشركات المدرجة نحو 10% مقارنة بعام 2013، كما أن الكثير من الشركات قدمت توزيعات نقدية لأول مرة منذ سنوات في محاولة لمغازلة السوق، ولكن يبدو أن حالة السوق وصلت إلى مرحلة تحتاج إلى عملية جراحية من أجل إعادتها إلى سابق عهدها. شهد شهر مارس انخفاض مستوى المؤشر السعري ليكسر حاجز 6400 نقطة، كما شهد تدني مستويات التداول لتصل إلى أدنى مستويات لها منذ عام إلى نحو 8 ملايين دينار فقط. ويضع المتداولون آمالا عريضة حول جلسة مجلس الأمة يوم الثلاثاء القادم التي ستشهد التصويت على تعديلات قانون هيئة أسواق المال، وربما بعدها سيرون نورا في آخر النفق. نجوى عصران، CNBC عربية، الكويت.